هذا وغادر سمو الشيخ خالد بن حمد الخليفه النائب الاول لرئيس المجلس على للشباب والرياضه مؤسس منظمه خالد بن حمد لفنون القتال المختلطه العاصمه الاردنيه عمان وذلك بعد حضور سموه منافسات بطوله ديزرت فورس ال21 التي احتضنتها صاله مدينه الحسين الرياضيه تحت شعار المواجهه بمشاركه 11 دوله عربيه حيث كان في وداع سموه بمطار ماركا الدولي العقيد الركن مهندس الشيخ خليفه بن عبد الله الخليفه الملحق العسكري البحريني لدى المملكه الاردنيه الهاشميه وسيد محمد احمد زباري القائم بعمل سفاره مملكه البحرين بالمملكه الاردنيه الهاشميه الشقيقه وعدد من كبار المسؤولين بالمملكه الاردنيه الهاشميه